تعالوا بقى نروح دلوقتي لفقرة بتاعتنا، هتبقى معانا إن شاء الله اللي اسمها صورة في تعليق. كل حلقة هيكون معانا فيها صورة هنعلق عليها ونقول مدى تأثيرها ورسالتها للجمهور. وزي ما احنا شايفين دلوقتي هنشوف الصورة اللي هتنزل معانا دلوقتي عشان نعلق عليها. صورة النهاردة كابتن محمد شناوي الحارس الأمين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو بيتصدى لركلة الجزاء الأخيرة لمباراة الأهلي والمقاولين العرب في بطولة كأس مصر. الحقيقه يا اميره قبل بس ما نتكلم عن شناوي، انا من اصعب لحظات حياتي لما بشوف ماتش الاهلي فيه ضربات جزاء، بس اللي بيطمننا ان شناوي موجود كل يوم بياكد انه احسن حارس في مصر وافريقيا بارقامه وبادائه. تحسي ان السد المنيع كده موجود في حراسه مرمى الاهلي مطمنك في اللحظات الصعبه والمؤلمه، على طول جاهز قد التحدي وقد الثقه اللي بيديها له جماهير الاهلي، وهو الصراحه كان متالق جدا في ماتش المقاولين العرب. حقيقي جدا، واحنا بنتمنى له التوفيق هو وكل نجوم النادي الاهلي، ووجوده فعلا امان. يعني انا ما بحبش برضو ان الماتش يوصل معانا لضربات الجزاء، اعصابي بتبقى متوتره جدا، بس وجوده امان، وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ودايما في بطولات باذن الله.